من أروع وأجلى مصاديق الدعاء هي الصحيفة السجادية المروية عن المولى زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، والتي عبرت عنها روايات أهل البيت بزبور آل محمد عليهم السلام. لكن من يقف عند الصحيفة السجادية ويتأمل فيها يجد أن اللغة الطابع الغالب عليها هي لغة الكآبة والحزن والأسى والبكاء والآهات والعويل وتوبيخ النفس وتأنيب الضمير. فترى أن الطابع الجو العام للصحيفة السجادية هو هذا الطابع، فتقف مثلا عند قوله عليه السلام: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري. تقف مثلا عند قوله عليه السلام: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. فتقف مثلا عند قوله عليه السلام: ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي. فمن يقف عند الصحيفة السجادية يجد أن الطابع الغالب عليها هو لغة الكآبة والحزن والأسى. السؤال الذي يطرح نفسه في المقام: هل أن هذا الأسلوب الذي انتهجه زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية أسلوب تربوي ناجح فاعل، أم هل هو أسلوب تربوي فاشل والعياذ بالله وعقيم؟ قد يأتي قائل يقول أن هذا الأسلوب الذي انتهجه الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية أسلوب تربوي فاشل عقيم. لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع أساليب التربوية الناجحة الفاعلة، وبهذا المستوى وبهذا اللون يترتب عليه أثران سلبيان. تأمل لي جيدا. الأثر الأول المترتب على لغة الكآبة والحزن أنه يسلب الإنسان روح الانفتاح على الحياة أو في الحياة. شلون يعني يسلب روح الانفتاح؟ الإنسان اللي يعيش في دائرة مغلقة، اللي يعيش في دائرة سوداوية ويعيش في دائرة مظلمة، دائما في بكاء، دائما في عويل، دائما في كآبة، لا يمكن له أن ينفتح على هذه الحياة، لا يمكن له ألا أن يلتذ بطعام ولا يلتذ بشراب ولا يلتذ بمفاتن الطبيعة الخلابة ولا يلتذ بالغرائز والشهوات والملذات. طبعا الغرائز والشهوات والملذات المشروعة اللي شرعتها شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من يعيش دائما في كآبة وحزن ما يمكن له ألا أن ما يمكن له أن يلتذ لا بطعام ولا شراب ولا غير من الشهوات والغرائز والملذات. قد يجي واحد
يقول خل لا يلتذ في الحياة الدنيا. شهو الإنسان الله خالقنا للدنيا، الله عز وجل خالق الإنسان للآخرة، وإنما أودعه في هذه الدنيا وفي هذا العالم لكي يمتحن الإنسان، يمحص الإنسان. صحيح يا إخوان أن الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة لكي نمر من خلالها ونمتحن حتى نحصل على الآخرة في نهاية المطاف، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جبل فيه جملة من الغرائز، أودع فيه جملة من الشهوات. أنت إذا بتكتم على الإنسان يتحول الإنسان إلى ماذا؟ يتحول الإنسان إلى مصير طريق آخر، بالحال أن القرآن الكريم من جهة والروايات من جهة أخرى أكدت على هذا المبدأ. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. صحيح خلقت للآخرة لكن بعد هالشهوات وهالغرائز والملذات تحتاج إلى إشباع، تشبعها بما شرعته شريعة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الأثر الأول المترتب على لغة الكآبة أنه يسلب روح الانفتاح للإنسان، ما يمكن أن ينفتح على الحياة، لا يمكن له أن يلتذ لا بطعام ولا شراب، هذا أثر سلبي أول. الأثر الثاني السلبي المترتب على لغة الكآبة والحزن والأسى أن الإنسان اللي يعيش في دائرة ضيقة مظلمة ما يمكن أن يقيم حضارة، ما يمكن أنه يبني أسرة. إحنا أشرنا في مجالس العشرة إذا يتذكرون الأخوة الأعزاء قلنا أن الله عز وجل خلق الإنسان في الحياة حتى يبدع في الحياة، حتى يصنع في الحياة، حتى يبدع وينتج في الحياة الدنيا. لكن اللي يعيش في دائرة مظلمة ودائرة ضيقة دائما في كآبة ما يمكن له أن يقيم حضارة، ما يمكن له أن يكون علاقات اجتماعية، وإذا فقد هذه العلقة يقول علماء النفس والاجتماع هذا إنسان مريض يحتاج إلى أن يعرض على طبيب نفساني. ليش؟ لأن الإنسان خلق اجتماعي بطبعه، هذه فطرة الإنسان. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في الحياة وجعله اجتماعي بالطبع، يعني يختلط مع المجتمع، يكون علاقات اجتماعية. لكن اللي يعيش في دائم في بكاء وعويل وين يكون علاقات اجتماعية؟ فاشل في علاقات الاجتماعية، ما يمكن أن يقيم أسرة، ما يمكن أن يصنع ويبدع في الحياة. إذن هذان أثران سلبيان يترتبان على لغة الكآبة والحزن والأسى اللي انتهجها زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية. الجواب على هذه الإثارة وهذه الشبهة من خلال مفردتين. المفردة الأولى أهمية البكاء في نقض الذات. هنا التفت لي جيدا، هنا نطرح أسئلة ثلاثة ونجيب عليها. السؤال الأول ما هو الطريق للوصول إلى النجاح؟ الإنسان اللي يريد ينجح في الحياة شنو الطريق اللي إذا سلك الإنسان أوصله إلى النجاح، أوصله إلى الفلاح، أوصله إلى أعلى درجات الكمال؟ ملتفت؟ يقول العلماء الطريق الموصل إلى النجاح والفلاح هو طريق نقض الذات ومحاسبة النفس، وهذا عامل أساسي أكدت عليه النصوص الدينية الشريفة القرآنية من جهة والروائية من جهة أخرى. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام حاسبوا أنفسكم
قبل أن تحاسبوا. إذن اللي يوصل الإنسان إلى طريق النجاح والفلاح هو محاسبة النفس، نقذ الذات. لأضرب لك مثال، مثلا إنسان صاحب مشروع، مشروع تجاري اقتصادي، زين، إذا هذا ما يجلس مع نفسه في كل شهر، إذا ما قلنا كل يوم يعني، إذا ما يجلس مع نفسه في كل شهر يحصد هذا شقد دخل من خلال هالمشروع، وشقد صرف من خلال هذا المشروع، وهل ترقى وصل إلى المستوى الذي يصبو إليه أو ما وصل إلى المستوى الذي يصبو إليه. هذا إذا ما يقعد يحاسب نفسه ويحاسب يشوف يخلي إليه خطة عمل وخارطة طريق يسير فيها، تتوقع ينجح في مشروعه؟ تتوقع يترقى يعني يوصل إلى الطريق اللي يصبو إليه؟ لا والله. إذن الطريق الموصل إلى النجاح هو من خلال نقذ الذات ومحاسبة النفس. هذا السؤال أول. السؤال الثاني، ما هي الآلية لنقذ الذات؟ إنسان إذا أراد أن ينتقد ذاته، ما هي الآلية لنقذ الذات لمحاسبة النفس؟ العلماء يقولون آلية نقذ الذات هو امتلاك الإرادة والطموح. كل من امتلك إرادة وطموحا كل من انتقذ ذاته. شوف السلسلة كيف متصلة. وكل من انتقذ ذات الإنسان ترقى إلى أعلى درجات النجاح والفلاح. من خلال ماذا؟ من خلال امتلاك الإرادة والطموح. لأضرب لك مثال آخر هنا، أنت شوف إليك فذ إنسان بينك وبين علاقة صحبة، شوف إما صحبة سفر أو صحبة عمل أو صحبة دراسة أيام التحصيل، زين، أنت وياه فترة زمنية تعرف طبائعه وتعرف هذا الشيء اللي يمتاز به الإنسان، زين، وتترك فترة زمنية فرض 10-15-20 سنة، تترك هالفترة الطويلة ما تلتقي به، بعد هالفترة الطويلة تلتقي به وتشوفه هو هو على حاله ما تغير. هذا هو ما تغير، يعني ما خطى خطوة إلى الأمام ولا قيد أنمله. أنت تسأل تقول له تعال أنت يا أبو فلان، أنا من 20 سنة تارك لك، هاي طبايعك ما تغيرت، هذا منهجك ومسلك وطريقك ما تغيرت. تتسأل ليش ما تغير؟ ما تغير لأنه لا يمتلك إرادة وطموح. اللي ما يمتلك إرادة وطموح ما يمكن أن يتغير، ما يمكن أن ينتقد ذاته. وإذا ما انتقد ذات الإنسان ما ترقى إلى أعلى درجات الكمال والفلاح. ولذلك هذا العمل يا إخوان عمل مذموم في النصوص الدينية الشريفة. ورد في الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، من تساوى يومه فهو مغبون. يومين بس تصير أنت نفس حركاتك ما تتغير، تصير أنت مغبون في هالحياة، فكيف بعد 20-15 سنة هذا هو لم يتغير؟ من تساوى يومه فهو مغبون. إذن هذا عمل مذموم في الروايات. إذن آلية نقذ الذات هو امتلاك الإرادة والطموح. كلما امتلك الإنسان إرادة وطموحا كلما انتقذ ذاته، انتقذ ذاته لأنه يمتلك إرادة للتغيير. السؤال الثالث، كيف يا إخوان نمتلك إرادة وطموحا؟ إنسان إذا أراد أن يمتلك إرادة وطموح كيف يمتلك؟ امتلاك الإنسان للإرادة والطموح من خلال إحساس النفس بالخطر. شوف الإنسان كلما أحس نفسه بالخطر وأوهم نفسه أنه يعيش في خطر محدق به من كل الجهات
لا يمتلك إرادة للتغيير، يخاف أنه يواجه أي شيء في هذا المشروع. من خلال ماذا؟ من خلال إحساس النفس بالخطر. خل أضرب لك مثال. مثلا أنت تمشي بالطريق بالشارع على حالتك الطبيعية، يجي لك زيد من الناس يقول لك أبو فلان هالطريق ترى في حادث مأساوي لتمر عليه، يجي لك يقول لك مثلا هالطريق مثلا فيه حريق لا سمح الله، مثلا هذا الطريق فيه التماس كهربائي مثلا، تبقى تسير في هالطريق لو تعدل عنه؟ ها؟ شلون امتلكت إرادة لتغييرك هذا الطريق؟ من خلال ماذا؟ من خلال أحسست نفسك بماذا؟ بالخطر. كلما أحسست نفسك بالخطر كلما امتلكت إرادة وطموحا للتغيير. إذن يقول العلماء، التفت لي هنا زبدة المطلب في النقطة، يقول العلماء لا يوجد طريق فعال في إحساس النفس بالخطر إلا عن طريق البكاء والحزن والأسى. إذن البكاء عامل أساسي فعال ينجح في نقض الذات وامتلاك الإنسان للإرادة والطموح كل من خلال عامل ماذا؟ كل من خلال عامل البكاء والحزن والأسى. البكاء في حد ذاته أسلوب ناجح في تربية الإنسان، ولذلك أنت تلاحظ بعض الأطباء النفسانيين أو جل الأطباء النفسانيين إذا جيء لهم بمريض مصاب بمرض الاكتئاب من ضمن العلاجات اللي يستخدمها الطبيب النفساني لمريض المصاب بمرض الاكتئاب هو عن طريق البكاء. شو يسوي هذا؟ هذا يعمل إليه جو اصطناعي، بكاء اصطناعي يخليه يخرج هالشحنات الموجبة في روحه وفي جسده. إذن البكاء في حد ذاته فعال في إنجاح الإنسان إلى أعلى ورقي الإنسان إلى أعلى درجات النجاح والفلاح. وهذا المنهج الذي عمل عليه المولى زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادة. الأمر الثاني والأخير، من قال لك أن الصحيفة السجادية الطابع الغالب عليها لغة الكآبة والحزن والأسى؟ أنت تدري ليش قلت هالكلام؟ لأنك ترى بعين واحدة، تقرأ جزءا وتترك الجزء الآخر، تطلع لك مثل هالكوارث هذه، مثل هذه الإثارات والشبهات. إنسان إذا أراد أن يحلل شيئا ما ويعطي نتيجة من خلال قراءته لهذا النص لابد أن يقرأ النص قراءة كاملة بتمام أبعاده، بعد ذلك رح يطلع بنتيجة. لكن اللي يقرأ النص ويقرأ الشيء قراءة ناقصة سطرين ما يكملهم، بعد صفحتين إذا زدنا ما يكملهم، يطلع لك بهالنتيجة هذه مغايرة تماما عن النتيجة الأولى. وإلا الصحيفة السجادية يا إخوان ليس الطابع الغالب عليها لغة الكآبة والحزن والأسى. الصحيفة السجادية فيها ألوان مشرقة وصفحات مضيئة بعيد كل البعد عن الحزن والكآبة والأسى. لأضرب لك هنا مثالين لضيق المقام. المثال الأول، الصحيفة السجادية تعلم الإنسان وتهذب الإنسان على العشق الحقيقي. تعلم شلون هذا الإنسان يعشق، شلون الإنسان يصل إلى درجة العشق والهيام. طبعا العشق والهيام في المخلوق الأعظم، مو هذا اللي
اللي احنا نستخدم الان في مجتمعنا هذا، لا هذا مو حب، هذا زين حب، اما ان يصير حب كحب زليخة ليوسف، والا عدله لا، ها والا حب مال يومين وثلاثه، هذا مال حب شهوه. زين هنا الامام زين العابدين في الصحيفه السجاديه يعلم الانسان، يهذب الانسان، يعلم ماهية الحب وكيف يخاطب المعشوق الأعظم. هذا كله في الصحيفة السجادية، بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأسى. يقول عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا. هذا اللي يتذوق محبة الله عز وجل ويعرف محبة الله سبحانه وتعالى يروح يبحث إليه عن حب مزيف؟ لا والله. يعلم الإنسان كيف يخاطب المعشوق، الله تبارك وتعالى كيف يخاطب الإنسان: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا. إذن هذا لون مضيء في الصحيفة السجادية، بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأسى. هذا مثال. المثال الأخير: الصحيفة السجادية تعلم الإنسان كيف يقوي علاقات الاجتماعية مع الناس، وهذا أيضا في الصحيفة السجادية. إخواني، البعض يصور أهل البيت مثل الإمام زين العابدين مثلا، والله ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزج بدموع عينه. هذا صفحة من حياة الإمام زين العابدين، وإلا أكو صفحات مشرقة مضيئة وضاءة في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين، بعيدة كل البعد عن الكآبة والحزن والأسى. وبعض من الناس يصور أهل البيت عليهم السلام، لا والله، كالزهراء عليها السلام مثلا، والله جالسة في محراب العبادة، ضرب ركعة وضرب سجدة كمريم العذراء، يعني ما بينها وبين المجتمع أي صلة وأي علاقة عليها السلام. لا أهل البيت مو هالشكل. أهل البيت يا إخوان حتى وهم في محراب العبادة، تأمل إلي جيد، أهل البيت عليهم السلام حتى وهم في محراب الصلاة أيضا هم تربطهم علاقة وطيدة بالمجتمع اللي يعيشون فيه. بلاحظ يعني الإمام الحسن المجتبى عليه السلام شي يقول؟ يقول: رأيت أم الزهراء عليها السلام تصلي ولا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها. النتيجة شو تريد تقول يا أبا محمد؟ يقول: فوالله ما رأيتها دعت لنفسها قط. عجيب غريب، انت بعض من الناس ما شايف إذا القلب أقبل بين يدي الله، القلب إذا أقبل وإذا أدبر والعياذ بالله، هو سمي القلب لأنه متقلب، تار في إقبال وتار في إدبار، لكن إذا أقبل القلب يشوف بعض الناس، شوف أنانية شلون، يقول: أول أدعي إلى نفسي، أول أبدي نفسي حاجتي، أنا أول أخذها، بعدين أفكر في أمي وأبويا وزوجتي وأولادي وأخواني وجيراني وأصدقائي وأحباب، بعدين هذولك أول أن أخذ حاجتي. لكن تعال شوف أهل البيت كيف يهذبونك. وترى يا إخوان هذه أعظم هدية يقدمها الإنسان لنظيره في المجتمع، هي هدية ماذا؟ الدعاء له في ظهر الغيب. هذه أفضل هدية يقدمها الإنسان إلى نظيره الآخر في المجتمع، أن يدعو إليه في ظهر الغيب. يقول: فوالله ما رأيتها دعت لنفسها قط، قلت لها: أما لما لا تدعين لنفسك؟ طيب نفسك انت،
ما بتدعين إن علق نفسك أنت يا فاطمة. تقول لبني الجار ثم الدار. شوف هاي شي علمت هالرواية شنو تستنطق منها؟ هالرواية مدلولها شنو؟ مدلولها والله أهل البيت حتى في محراب الصلاة وحتى في محراب العبادة ولهم ارتباطات اجتماعية وصلة وطيدة بالمجتمع اللي يعيشون فيه. لذلك شوف الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية شي شير يقول، يقول إلهي اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم في حضرتي ولم أنصره. شوف هالعلاقة الوطيدة، يقول أعتذر إليك يا الله، خاف يطلع واحد من مجلسه مظلوم وأنا ما أخذ حقه. يعني شوف مع أن المصائب اللي جرت على أهل البيت عليهم السلام والمهام المرمية على أعتاقهم إلا أنهم كانت لديهم صلة وقرب من المجتمع، يتحسس معاناة الآخرين، ها؟ يتحسس معاناة الناس ويتحسس معاناة المظلوم. وهذا لون مشرق في الصحيفة السجادية بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأسى. إذن أهل البيت عليهم السلام صفحاتهم كلها صفحات مشرقة مضيئة وضاءة ليستفيد الناس منها. لكن يا إخوان أسألكم سؤال، أيلام زين العابدين إذا بكى؟ بالله عليك أيلام المولى إذا بكى؟ لأن المصايب اللي جرت عليه ما جرت على أحد. زين، اللي ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه، يدخل عليه أحد أصحابه يقول له يا ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي بكاؤك أن يفتر؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يقول له بلى، لكن هل سمعت أذنك؟ والله تعز عليك تسمع هالكلمة هذه، ها؟ هل سمعت أذنك يوم من الأيام أن سبي النساء لنا عادة؟ ترى هالأيام أيام زينب، ها؟ أيام زينب تؤخذ من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس ومن طاغية إلى طاغية، ها؟ سمعت أذنك يوم من الأيام سبيت لنا امرأة غير يوم كربلاء؟ سامع أنت يوم من الأيام أدخلت لنا امرأة في مجالس الرجال ودواوين الناس؟ إذن المصاب عظيم والخطب جسيم. أنت جنابك لما تمر بالشارع بالطريق تشوف لك حادث، حادث سير في الطريق، وجراء هذا الحادث تقف تسأل ها إن شاء الله خير، يقول لك والله هذا شاب ومات نتيجة هالحادث وهكو جنازة مرمية على الأرض. أنت اجي تشوف هالجنازة المرمية على التراب والدماء تسيل من كل جانب ومكان، ما بينك لا صلة قرابة ولا صلة معرفة، لا تعرفه ولا هو قريب منك، لكن بالله عليك هالصورة تروح من بالك ومن مخيلتك بعد؟ تبقى تهنأ بطعام وشراب ورا هالحادث لما تشوفه؟ هذا وانت شايف جنازة واحدة، شايف جثمان واحد على التراب، شنو حال اللي شاف أهل بيت مجزرين كالأضاحي؟ هذا اللي بيشوف والد الحسين ريحانة رسول الله على بوغاء كربلاء جثة بلا راس، تتصور يعني يروح عن باله وفكر الحسين؟ لا والله.